في مواضيع كثيرة يرد عليها على الاستفسارات الأخوة النواب فيما يتعلق بمشروع الجامعة صباح السالم، فيما يتعلق بالمواضيع اللي أثارها الأخ العزيز جمال العمر، ولكن بعجالة فيما يتعلق بالمشروع مدينة صباح السالم جامعية. طبعا طلعت في الميزانية المالية 14 سنة 2014-2015 مبلغ وقدره 207 مليون 700 ألف، المنصرف منها وفقا للحساب الختامي مبلغ وقدره 187 مليون و994 94، أي أن نسبة الصرف بلغت 91% من المبلغ المعتمد، وترجع أسباب انخفاض معدلات الصرف على بعض الاعتمادات إلى الآتي: مشروع 24 اللي هي كلية العلوم الاجتماعية والحقوق والشريعة، كان متوقع أن تبدأ أعمال التنفيذ خلال الربع الأول من 2015، لأنه رغبة البرامج الإنشائية والجامعة في وجود جهاز الإشراف التابع المستشار بالتزام مع بداية مباشرة المقاول في تنفيذ الأعمال حتى لا يتم إنجاز أعمال دون وجود إشراف عليها. مشروع الحرم الطبي أيضا كان متوقع أن يبدأ أعمال التصميم في الربع الأول من عام 2015، لأنه نظرا لقيام برامج إنشاء برامج بمراجعة الشروط المرجعية الخاصة بمشروع المسلم البرنامج إنشائي مكتب نائب المدير الجامعة لجهود التخطيط اتخاذ الإجراءات المتعلقة بها، واستغرقت هذه عملية المراجعة فترة طويلة في ضوء الملاحظات المعتمدة عليها كما طلبت الجهات المستفيدة في إعداد صور جيدة نظرا لأهمية ذاك المشروع. أيضا كلية العمارة في الحقيقة التعطيل في المشروع الجامعة في مشروع صباح السالم ناتج على كثرة التغييرات طلبه، ولذلك حجم المشروع الآن في جامعة صباح السالم أعتقد أنه يمكن تجاوز حجم طاقة جامعة الكويت. يفترض أن هذا المشروع يعني تنقل عهدته إلى وزارة الأشغال، لأن جامعة الكويت ما فيها الكادر مهيئ فول تايم حق جامعة شدادية أو جامعة صباح السالم.